إنه عثمان بن عفان، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أمير المؤمنين، أحد السابقين الأولين، ذو النورين، صاحب الهجرتين، زوج لابنتين رقية وأم كلثوم بأمر الله عز وجل. فعن أبي هريرة كما في سنن ابن ماجه أن رسول الله أتى عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل يخبرني أن الله زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية. هذا جبريل يخبرني أن الله زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية. أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين وأنعموا. قال أبو عمرو، قال أبو عمرو بن سعيد الداني صاحب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه أبو عبد الرحمن السلمي والمغيرة بن أبي شهاب، والمغيرة ابن أبي شهاب. عثمان تستحي منه الملائكة، رفع الحياء بك اللواء ومجدا، وإليك أهدى حبه وتوددا، ورآك جيش العسرة الكف التي تعطي، وسلمك السخاء المقودا، حتى الملائك تستحي لما ترى، وجها كريما بالحياء توددا. سلام عليك أيها الشهم الذي بسخائه وبجوده بلغ المدى. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، عثمان تستحي منه الملائكة. جاء في مسلم أن عائشة قالت، تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، عثمان يشتري بئر رومة. عن بشير بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار يقال له رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال رسول الله: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: ليس لي يا رسول الله عين غيرها،
لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بـ35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. وعن أبي هريرة قال: اشترى عثمان من رسول الله الجنة مرتين، يوم رومة ويوم العسرة. يوم رومة ويوم العسرة. عثمان تستحي منه الملائكة، عثمان جامع القرآن، عثمان والقرآن. فقد أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد ابن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان من حفظ الله للقرآن عثمان زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب النبي وصحبه وأهله. من كان مقتدياً فليقتدي بهم، من كان متأسياً فليتأسى بهم. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فاللهم اجعلنا ممن يقتدون بنبيهم ويسيرون على هدي نبيهم وصحابته، ويقتدون بصحابته ويسيرون على سيرهم، حتى نكون كما كانوا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا في مدرسة رسول الله، تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واجعلنا ممن يقتدون بآثارهم ويسيرون على هديهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.